أصدقائي الأعزاء، كرة القدم بالنسبة لي هي مهنتي اللي بمتهنها وبشتغلها، لذلك أنا دايما بغوص في أعماقها وبتدبر فيها. من ضمن الحاجات اللي أنا قعدت أفكر فيها كتير وخدت بالي منها من شغلي مع الولاد الصغيرين بالذات البراعم، إن الولاد وهو بيستلم الكرة عالية بيبقى شكله مش كويس، تناسق جسمه مش مظبوط. رجع الموضوع انه موضوع القرار للولد في السن دوت. عملت لهم التمرين اللي زي دوت علشان الولد لعب له الكرة عالية، فهو مطالب ان هو يستلمها من الهواء. لو قصيرة ياخد لها خطوة قدام، لو طويلة يرجع لها خطوتين لورا، لو بالجنب ياخد لها خطوة بالجنب اليمين سواء اليمين او الشمال. وبعد ما يستلمها ويستقر بها على الارض، انا ضفت حتة الدوران حوالين القمع والباصة دي ويرفعها بطريقة فيها مهارة علشان استكمال للهجمة، لان بعد الولد ما بيستلم الكورة من العالي من الطبيعي ان هو يمرر او يسدد او يراوغ، لان ده اللي بيحصل طبيعي في الماتش. نجحت الفكرة والولاد زي ما انتم شايفين كده بينفذوا التمرين بطريقة رائعة رائعة رائعة. الحمد لله رب العالمين ان الواحد بيقدر يعمل حاجة تفيد الولد الصغير وتخلي شكله حلو وتخليه لعيب كويس في المستقبل. لو عجبتكم الفكرة ارجو منكم متابعتي وللتشجيع.